هن شو عرفون انه هذول الاغراض انه اليك؟ ما بيعرفوا. فليش انت خايفه؟ جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم رفقاتك؟ اي والله رفقاتي والله نيالك ها هاي من الشام هاي هون من فلسطين ايوه أي. اهلا وسهلا فيكي اهلين فيك خافوا ارتعبوا ما هربوا لكن لا ما بيخافوا اليوم عندنا هيك عاملين لصديق لنا سربرايز عنده اليوم عيد ميلاد عم نعمل له هيك حفله لك يا عيني معناته انت اللي دايره القصه كلها وال... لا هلا انا هلا انا المشرفه هلا اخر شيء بس هون كانت شو اسمه الاشراف بعدين هلا انا استلمت عنه مين التمويل من مين تمويل من هون اشراف من هون انا الاداره ايه هلا الفلسطينيين عندهم خبره بالنزوح والترتيب واللي هي ايه فهن بيديروا القصه لانه السوريين لساتهم لا بالعكس احنا عندنا خبره اكثر منهم ما بيعرفوا حرام لسه جديده بعدين جاي لهون بعدين هي طالبه جامعه ليش ما قلتي لي انت طالبه جامعه عم تدرسي هون طالبه جامعه عم تدرس شو جايبه معك بس هلا جايبه معي رز ايه؟ وجايبه معي قهوه تعالي اكسبك على فنجان قهوه وشو كمان وهيك شغلات ما شغلات هي للبيت والله هلا انت هلا هي المناسبه تحت ايدك بدها تصير طيب بالحياه العاديه انت بالبيت مين معك انا عندي بنتين وجوزي ايه والله نيالهم ليه الله يخليك يا رب ان شاء الله هيك نشطين مثلك و... لا والله انا انشط شي بيناتهم والله كلهم كسالة تنبل على قولة الاتراك وانت اذا لقيتي حدا ما اشتغل يعني من جوا حرارتك بتصيري وين بتطلع للمية اخر شي منفجر ما بحسن ما بقدر خلص انا بشتغل بايدي وقبل ما تتجوزي كان هيك يعني يعني كنت قبل ما اشتغل كنت بطلة رياضة مشان هيك شايفتك بالشام وين شو كنت بطلة 100 متر جري كنت العاب قوى كنت اخذ بطولة جمهورية ناشئات سنة 2003 كنت مع نادي المحافظة الله حلال عليكي نادي المحافظة كان قريب من دوار كفرسوسة العباسيين كان بالعباسيين بتنزلوا على المضمار وعلى التدريبات من تقريبا كل فترة من صف السادس وانا لحد بعد البكالوريا ضليت معهم يعني اساتذتك اللي دربوكي وكذا كان في محمود كفري وكان في كمان شو اسمه بيت الحلبي في استاذ ثاني شان بيت الحلبي بلال الحلبي وفي متري هدول هن والله نسياني بس لهم يعني اخذتي بطوله الجمهوريه خلص حلو وصلتي لمرحله هون. لا معي شهاداتي هون انا اخذ انه بطوله جمهوريه ومعترف فيها يعني وحتى موقع من الاتحاد الرياضي العام هلا هون ما في بقى رياضه لا والله ركض الشغل لا بس عم درب عندي جيران هون عندي جيراني اتراك ايه امتى ما صح لهم هيك بنطلع بنمشي انا ويانا الصبح بتعطيهم ارشاداتك وبتعطيهم نطلع هيك انا وياه يعني الصبح كثير منيح مناح جيراني الاتراك ما في منهم والله عندك قديش اعمارهم؟ عندي 12 سنه و8 سنين والله بنتي. بدون شغل اي والله بدون شغل خيرات الله والله ام شو؟ انا ام هيا اهلا وسهلا بام هيا ان شاء الله هيك امورك ترتاح شوي هون وتقدري بقى تقدمي شيء ثاني لانه عندك طاقه الصلاه على النبي انه الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله مع الزمن ان شاء الله الله كريم ان شاء الله أمنيتك بالحياة كأم نعرفها شو هي كلهم يعني كل الأمهات هيك بس الشيء هيك اللي خارج إطار الأمور والاقتصاد والعائلة وال بدنا نرتاح تعبنا بدنا نرتاح والله حقنا نرتاح ومشتاقنا لأهالينا كتير تعرفتي على ناس كتير هون بتركيا كتير أي الحمد لله تعرفي ليش عم بسألك السؤال ليش لأنه حكما أنه أنت بإمكانك كل يوم تكسبي صديق طبعا الحمد لله الحمد لله وانا من نوع الحمد لله العالم كثير بتحبني حتى من وسطي ومن حارتي كثير محبوب الحمد لله المكسب الوحيد يعني حتى من الاتراك اذا بقول لك عندي اصدقاء اتراك يمكن اكثر من العرب لا الحمد لله من الطرفين الحمد لله وكل العالم عندي جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا ولك هون كله شباب اوه والله بيني وبينك الواحد يعني بينبسط وبنفس الوقت بيقول الله يعينون هو الله يعين الضغط وهيك يعطيك العافية
رفقاتك بيجوا لعندك كتير بيستفادوك ولا؟ اكيد في اكل بالموضوع، في اكل لانه يعني في ناس بتقول ها الناس نسيت بعضها ما عاد كله التهى بال... لا ما في شيء، ما في هيك. في حدا عندك زباين هون؟ لا ما في حدا زباين، كله نظامي على الدور، كله نظامي على الدور. وقفوا برا مشان كورونا كمان، برد وبرد والله عم يستنوا. اي والله. شو اسمك؟ محمد. اهلا وسهلا بمحمد. اعتبرنا نحن اكلنا. لا ما بيصير. انت ليش يعني ضيافه يعني ما بتقدر يعني الا زلمه زبوننا وصاحبنا ونضيفه شاورما وانت يعني استاذنا وعلينا عمار الرسم. عمار بيجي لعندكم من هالشيء قال لي لك هون في قلت له شو اسمك؟ انا سليم. اه يا سليم، ان شاء الله الامور سليمه. على كيف كيفك؟ غير شكل ما ماشي الحال، ما احلاها. هلا انت هيك مبينه ابتسامتك، شلون ما تشيل الكمامه؟ مبينه ايه واضحه. حلو الواحد يكون متفائل. ما هي هلا واحد جنب منه شاورما وامور يعني بضل متفائل دائما. والله شوف اللي بيمرق بشوفكم يعني هيك، بس العتب يعني الصعوبه انه الواحد قاعد صار له 8 ساعات. اي والله والله في صعوبه وفي ضغط كتير كبير. اللي جوا بيتمنى يكون برا، واللي برا تسير جوا. شو حققنا بالحياه؟ والله الله يفرج. احسن شيء هي عجله الحياه ما بتوقف، عجله الحياه. اي والله خلاص. والله انا عم بدرس، كنت ما قدرت استمر بدراسه بسبب الظروف تبع تركيا. بدك تخي اختار بين الشغل والدراسه يعني. شفت اسطنبول ركض 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 ركض، فهي الشغله تبع تسليم الاكل يعني دائما معطلتنا يعني، خاصة إذا واحد ما كتير بيحب الإعلام والتلفزيون بيقول لك خلصونه يعني في كذب كتير ما بالإعلام يعني، لكان ما بيخلى. هو شوف المشاهد السوري يعني متعود. أصعب مشاهد بالوطن العربي، بيعرفك أنت على شو عم تحكي. صح، فما في يعني حفظنا من 7-8 سنين هدول. حتى قبل والله خشنين يعني. بيحس يعني أنه هذا الموضوع شو ترتيبه، في كذب ما في كذب كذب. والله كل الدنيا فيها كذب، بس يعني ممكن الواحد يوظف الكذب وين ما بده بالإعلام وبغيره يعني. إنه كتير يصير دائما الإعلام في كذب دائما. إنه بيشتم بيعمل بينه وبين حاله يعني. اليوم الإنترنت اللي مالك الدنيا، مو البرامج، اليوتيوب يعني المقاطع الصغيرة. إمتى كان تفتح أنت آخر الليل مثلاً؟ آخر الليل إجباري. على الفيسبوك تلاقي الفيسبوك رابط كل الدنيا ببعضها. معناته عندك وقت ما في مسؤوليات بالبيت؟ لا لساتني، لأنه لا هلا صرت من جديد يعني مربوط. مبروك مبروك مبروك. شلون صرت معها؟ إيه بعد كل هالصلاة مشي الحال. صحيح والله هي عقدة يعني، بس بدها حركة من الشباب يعني، بدها أسلوب بدها ترتيب يعني. في كتير ناس عم يشكوا إنه ما عم تزبط الخطبة. ايوه والله صعبة كتير. أنا مضي العمر علي كتير يعني، مرق منيح يعني، صرت بـ30. بس هلا ما فيك تحكي معاناتك، كان قبل ممكن تحكي. ليه؟ إنه شلون وصلت يعني، أنت عانيت وعملت وكذا لحتى وصلت. أي والله لكان شو هي عم قلك علي، أنا ضحيت بدراستي مقابل إني يعني، مع اني جيت اول ما جيت لهون قدمت سجلت بجامعه اسطنبول ورائي جبتها من الشام. أيوة. سجلت استكمال. أيوة. بس ما قدرت. يا بدك تدرس تقعد 3-5 سنين ثانيات تقعد هيك تقضي امورك وحياتك. انت خطبت بتتجوز بتكسب الوقت، بصير واحد عنده عيال. أيوة. بده يضل شغله وبيته يعني هيك. كل هاي الحاله الناس بيقولوا استقرت، بس من جوا ما في ابدا. ما لنا بلدنا شو بدنا نستقر يعني؟ يعني مالي انا اخر النهار لوين راجع؟ راجع على بيت زلمه مو على بيتي. معناته هلا البنت بتعاني اكثر من الشاب بهي القصه، انه كيف ممكن تتكون اسره. هلا يمكن البنت اغلب الاحيان ما عم تكون لحالها يعني، البنت عم تكون مع اهلها اغلب الاحيان. في حالات فرديه كثير كانه تكون البنت لحالها، مو مثلنا كلنا شباب. انت متوقع بقى بكره زوجتك تكون معك ولا مع اهلها؟ بدها تكون معي. شو لا اقنعت بنت حماد اخذت وقت كثير بشو حالي تخطب وكذا؟ ايه يعني لا والله لا ما تعذبت معهم. حلو، معناته اصبح المعاناه خفت يعني. النصيب انه النصيب انه خلاص وقع النصيب هيك بيقولوا له. ارواح تيسرت. تيسرت سبحان الله. بذكرك من سوريا شو هو اكثر شيء؟ والله كل شيء كل شيء كل شيء معلق فينا بسوريا، اهلي بسوريا دائما يعني، ما بيروح عن بالنا شيء. انت بتذكرنا بسوريا ابدا يعني. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. موني هي؟ لا برادي.
برادي اشياء للبيوت يعني. يعني للبيوت يعني بدك تساوي بيتك يعني تظبطي بيتك ولا للبيع او لل... لا ما للبيع. ايش نواقص عندنا بالبيت بدنا نجيبهم؟ ايه حلو الله يعطيك العافيه. زياره لهون انا. ايه اهلا وسهلا فيكي. فمستغل البازار تبع الاربعه. ايه والله اول مره بجي يعني. اول مره بجي. وهذا كله انت شلتيه بايديكي؟ انا وفيتي. هربت ما؟ شو جايبت لك اكل ما؟ نابلسيه. تعالي ضيفينا. طيب لا تطلعي. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.